على الفرق. هنا بدأت النهاية لحكاية ظاهر كبهة المؤلمة، نهاية تأخر 18 عاما، لكن من يصبر ينل. بعد خطبته بفترة وجيزة على رائدة، اعتقلته قوات الاحتلال من جنين حيث يسكن لتصبر العروس ويحرر العريس في صفقة تبادل الأسرى. الخطبة التي لم تستمر أكثر من 6 شهور في قرية برطع بالضفة الغربية انتهت بزواج متأخر في قطاع غزة. والله شعور كل واحد متجوز، يعني لما تتجوز كيف شعورك بيكون؟ يعني شعور إن شاء الله خفي، يعني ممتاز. يعني والله أنا عند الله فيش شيء بعيد، يعني الحمد لله متوقع إنه إن شاء الله إنه ربنا يفرجها الجميع، وربنا فرجع عليهم إن شاء الله. وبعد 18 عام اللي هي تستنى في ظهر، والحمد لله الله ربنا يفرجها عليه وإن شاء الله بيعطيه خلفية صالحة. منذ اللحظات الأولى ليوم زواجه كان الجميع من أهالي غزة إلى جانبه، الفرحة كانت بادية على الوجوه، لكن العريس الذي انتظر فرحه طويلا لم يعتد بعد على ارتداء بدلة الزفاف، فتدخل الأصدقاء والأحباب بيد أن فرحته كانت منقوصة، فالأم التي انتظرت طويلا هذه اللحظة توفيت قبل أن تراها. هذا الفرح مع أنه عظيم إلا أنه في القلب غصي وفي القلب ألم على أنه إحنا روحنا وما لكيدش أمي، يعني اللي تعيش معنا هذه الفرحة اللي أنا كنت أتمنى أنه نلقاها برا. العريس بدأ المسير في زفة فلسطينية انطلاقا من مخيم الشاطئ وحتى الفندق المقرر عقد الزفاف فيه، وهناك طوى ظاهر صفحات السجن الحزينة. أنا أولادي جوزت 6 أولاد وفرحت، هذا أكثر من هذا الفرح، هذا أفرح من أولاد الستة. في وسط الأفراح لم ينسى أحدا من كانوا سببا في الحرية بعد الله عز وجل. الدموع مع الفرح، لا نتذكر في هذا الفرح الكبير إلا أسر الشهداء جميعا وأسر الشهداء الذين سقطوا في عملية الوهم المتبدد. الأفراح لم تغادر القطاع منذ أن وطأت أقدام أسرى الحرية أرض غزة، ويبدو أنها ستستمر من خلال هذه الاحتفالات بتزويج هؤلاء الأبطال. بعد 18 عاما من الافتراق القسري بين الخطيبين، تشاء الأقدار أن يتزوجا في غزة. المحرر المبعد من الضفة الغربية إلى القطاع ظاهر كبهة يطوي صفحة الألام من حياته ويفتح صفحة جديدة كأول أسير يتزوج بعد أيام من صفقة تبادل الأسرى. محمد الأصل، تلفزيون القدس، غزة.